أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. طبعا أسباب كتير بتفرق الناس، في واحد بينجح بيعمل أسباب النجاح، واحد بيفشل بيعمل أسباب الفشل. في مونديال روسيا من 4 سنين لما احنا صعدنا منتخب مصر للمونديال، انا كنت بحلل ماتشات على الفيسبوك. اقسم بالله اول ما لقيت الشركات اللي في مصر بتعمل دعاية وصفرت الممثلات والرقصات، صفرتهم مع المنتخب وبقى قاعدين في فندق واحد بياخدوا اللقطة عشان بيعملوا اعلانات للشركات دي، والله دخلت على الفيسبوك وكتبت وقلت احنا هنطلع الاخير في المونديال، والله العظيم قلت هنطلع الاخير. وفعلا 32 دولة احنا طلعنا ال31، احنا ما خدناش النقاط خالص، اتهزمنا 3 ماتشات بس جبنا جونين بتوع ابو صلاح. في منتخب تاني اتهزم كل الماتشات جاب جون، هو بقى الاخير واحنا اللي قبل الاخير، يعني خيبة في خيبة في خيبة. طيب اسود الاطلس، الروعة والانجاز العظيم التاريخي اللي مفيش منتخب عمله، ايه الاسباب؟ جايبين الامهات، هم جايبين الامهات معاهم، واحنا من 4 سنين خد معانا الرقصات، مع احترامي للرقصات طبعا، لان كان واضح هنلعب على خطه واحده ونص، الرقص على واحده ونص، هنلعب بطريقه لعب رقصني على واحده ونص، واخدين الرقصات معانا، وهم سود الاسد واخدين معاهم امهاتهم. ربنا سبحانه وتعالى مش هيكسفهم، الام وهي قاعده في المدرجات وبتبكي وتقول يا رب يا رب انصرنا، ربنا مش هيكسفها سبحانه وتعالى، ربنا رحيم مش هيكسفها. اسبانيا كانت افضل طول المباراه، اسود الاطلس كسب. البرتغال كانت افضل من اسود الاطلس، اسود الاطلس كسب. الامهات في المدرجات، احنا خدنا القبل الاخير، الاخير خالص مع بلد كده، علشان احنا خدنا معانا هشك بالشك. اسباب كتير على فكره، ده سبب مهم جدا، في اسباب ملعب واسود الاطلس احسن مننا في الملعب كمان. لا تفتكروا انا بقول اسود الاطلس ما يستحقوش، يستحقوا، عندهم من اول الحارس لغايه المهاجمين قاعدين في اوروبا سنين طويله، احنا عندنا 2 3 في اوروبا، واحد فيهم بيلعب ابو صلاح، والنني بيلعب كل سنه مره، واحد مش عارف في تركيا، وواحد اول امبارح في المانيا، واحد اول امبارح في فرنسا، لكن هم بقالهم سنين طويله تقريبا، الفرقه كلها سنين طويله في اوروبا، عندهم العزيمه وعندهم التعود وعندهم. احنا بعتنا الشك بالشك وهم بعتوا الامهات. شكرا.